ده عجينة الكريب بتاعتنا الحلو بتاعنا النهارده، الكريب بالشوكولاته. في طريقتين لعمل الكريب. الطريقه الاولى ان احنا نعمل عجينه كريب عاديه اللي هو عباره عن كم من الدقيق بياخد بيضه، واخد بالك يا مرده، في الخلاط مع حليب، وبنضربه مع بعض مع شويه فانيليا وبيكنج باودر، وبنخلي العجينه على جنب لمده 10 دقائق، ونجيب كذا طاسه ونعمل كذا واحده. طبعا احنا عدينا المرحله دي. المقادير على الشاشه: كوبايتين من الدقيق، اتنين بيضه، واحد كوب من الحليب، بيكنج باودر معلقه صغيره، رشه ملح صغيره، ونص كوب من الزبده اضافته في المقادير نص الكميه، والنص التاني بنستخدمه في تحمير عجينه الكريب. احنا عملنا شويه بالشوكولاته وعملنا شويه بلون عجينه الكريب بالشكل ده كده اهو. مخرجنا الجميل حبيبي اهو. دي العجينه زي ما احنا. ممكن نحط على فكره عصير برتقال ونعمل كريب بالبرتقال. بجد؟ ما جربتوش قبل كده. ممكن نحط تفاح ونعمل كريب بالتفاح. ماشي. ممكن نعمل نحط عصير فراوله يبقى كريب بعصير الفراوله. ممكن نحط عصير كيوي يبقى كريب بعصير الكيوي. ممكن نحط اي عصير يبقى كريب. اي عصير في العجينه نفسها بالشكل ده كده. حلو. ومعانا صوص شوكولاته لطيف. ده حلو سهل كده، خرجنا من جو الكنافه وجو البسبوسه. قولي لي يا ميرنا، بتحب الحلويات في رمضان؟ بصراحه لا، مش قوي. لا. بس انا امبارح كلت حلويات كتير قوي، بس انا في العادي ماليش في الحاجات اللي فيها سكر كتير. طب ايه الحلو المفضل ليكي من الحلويات الرمضانيه الخمسه؟ كنافه، بسبوسه، بلح الشام. لا قطايف. بلح الشام احبه قوي. بلح بس الشام. ما بحبش قطايف عشان بيعملوها مكسرات، وانا ما بحبش المكسرات خالص. حتى في ام علي كمان؟ لا ما بحبش ام علي اصلا. طب انت هتبقي شيف ازاي؟ ده انت لازم تحب الحاجات دي كلها. ما بقى الاكل اذواق. حلو تمام. عجينه الكريب اهيت، بنرصها بالرصه الجريئه دي كده. اوكي. هنحط صوص الشوكولاته ده كده. ايه رايك انت تخلينا تحط لنا صوص الشوكولاته على الكريب؟ نحط لكم صوص. المهمه السهله دي. نشيل دي من هنا. استاذنك. ايه رايك في البرنامج بتاعنا كده النهارده؟ كنت انت طبعا جايه. حلو قوي وخفيف المنيو. اهوت. نشيل ده كده، اتفضلي. صوص الشوكولاته على عجينه الكريب بقى على ذوقك انت. احطهم على كل الكريب. يعني انت قدام الكريب اهوت وهتحط عليه صوص الشوكولاته بما انك انت بتهتمي بالبرزنتيشن. ممكن احط، عايزه اعمل بحب انا بقى في الحاجات اللي فيها صوص ما يبقاش صوص مغرق الحاجه قوي. حلو. عشان الناس تدوق طعمها. والصوص الكتير على فكره بيخلي الطعم يتوه يعني. بالظبط زي الشطه كده. لما بتزيد قوي بتبقى بتغطي على طعم الحاجه. شفت الزيت لما يكون شديد ازاي نحمر فيه بسهوله؟ اهوت. ده اللي هو الدبابيس الفراخ المقرمشه. حط تاني ولا كده كفايه؟ نعم ست الكل. فله تمام. زي الفل تمام. ده الكريب خلاص خلصنا منه، والمكرونه كمان خلصت. بقى عندنا الدريسنج بتاع السلطه اللي هنعمله دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك كده؟ كده هات لنا الشوكولاته كده، صوص الشوكولاته بعد اذنك. ايوه تمام. تسلم ايدك يا ميرنا. ميرسي.